السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو هذا اليوم جبنا لكم لوسيون ديال بيغوفان بيغويا ديرم. هاد لوسيون هذا ديال بيغويا ديرم بيغوفان كيخص يعني الناس اللي كيعانيو من مشاكل ديال تساقط الشعر. بالنسبة يعني هاد لوسيون هذا كيقيدو بزاف أطباء الجلد والشعر كينصحو به. فيه تقريبا 120 ميل لوسيون بوغ شوفو فراجيليزي. بالنسبة لهاد لوسيون هذا كنستعملو يعني تقريبا تقريبا 12 رشة في النهار، يعني مدة العلاج ديال تقريبا 3 موا، يعني 3 شهور. هذا هو العلاج الصحيح، يعني كيحد لينا مشكل ديال تساقط الشعر، مشكل ديال انكسار الشعر، مشكل ديال تساقط الشعر. بالنسبة لهاد بيغوفان هذا صراحة الثمن ديالو 320 درهم في البارا فارماسي، كان بقل دابا راه تزاد. هاد البيغوفان هذا هاد لوسيون صراحة زوين بزاف ومزيان. وبالنسبة يعني تساقط الشعر ضروري كتعاون بالمكملات الغذائية ديال تساقط الشعر، وكذلك كتعاون بلي شامبو اللي تيكونوا طبيين خاصين بتساقط الشعر. كاين ديال ديركوس وانتي شوت، كان ديال فورتي فان وانتي شوت، كاين بزاف ديال شامبان ديال تساقط الشعر. وبالنسبة يعني كاين أسباب متعددة لتساقط الشعر، منها يعني العوامل اللي تيكون ديال ستريس يقدر يدير لك ديال يعني تساقط الشعر، وكذلك بعد تاك يعني بعد تيكون الماء اللي كنستعملو يقدر ممكن تؤدي يعني تساقط الشعر وبزاف ديال الحوايج. بالنسبه لهاد بيغويا ديرم بيغوفان بوغ لي زون بوغ لي فام، فيه مواد مزيانين، فيه يعني في واحد لا تكنولوجي سميتها نياسي بليكس سيستيم. هاد لا تكنولوجي هي اللي كتعالج لينا داك المشكل ديال تساقط الشعر. بالنسبه للبيغوفان هذا فيه واحد الرائحه زوينه بزاف، يعني فيه دي كومبوزون اللي هما طبيعيين وفي نفس الوقت اللي كيحدلوا لنا هذا تساقط الشعر. صراحه هذا مكان